ما هي العوامل التي أدت إلى تغيير دور الأم؟ وما هي تأثيرات هذا التغيير؟ إذا بتساعديني أنت أني أنقي الأدوار اللي أنا بحبها. نعم. هلا أنا بحب أني أطبخ مثلاً. جميل. وبحب الغسيل نوعاً ما. ممكن نستنسخك؟ أنا بساعدني أني أنا أشتغل وأنتج. دائماً الطفل هو أولى. وظيفتي أنا كأم محدش غيري هيعرف يعملها. ما معنى أم عصرية؟ كلام نواعم الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.